ورجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل في ختام اسبوعنا النهارده وختام حلقتنا مع مسك الختام ملك المطبخ شيف محمود سعد. يا سلام يا سلام يا سلام. والمشهور بابو حبيبه. الكلام الحلو. سلم عليكي طبعا وسلم على دكتورتنا الجميله الدكتوره منى عبد الغني وكل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما يعرفوش يكذبوا. فقره المطبخ النهارده عاملين سمبوسك بالجبنه وباللحمه. وكمان عامل نسيت ولا ايه؟ في فراخ بالزبادي وعامل فتت فراخ بالزبادي. وكمان النهارده السمبوسك احنا عاملين العجينه يعني عاملين العجينه بمقادير بسيطه قوي، هي عباره عن شويه دقيق مع شويه من الميه والملح. التوجهات الجميله مع الفته، فته الفراخ. بقيه المقادير معايا عامه ما تقلقش. الايه؟ بقيه المقادير. لا هو المقادير فيها مكسرات فانت كلي بقى، يعني ممكن سوداني ممكن لوز اللي متوفر. المقادير عادي يعني. والله. بالهنا والشفا. طب ايه رايكم نبدا نقول مقادير الفته؟ فته الفراخ بالزبادي النهارده محتاجين فرخه مسلوقه او بقايا فرخه بايته مع شويه عيش شامي محمص وثلاث اربع علب من الزبادي. وفصين توم ومعلقتين من الطحينه. المقادير هتنزل على الشاشه حالا واحنا مع بعض اهو. الفراخ طبعا سلقناها مع بصل وملح وفلفل ولورا وحبهان. بنحتاج 3 4 علب من الزبادي، نقول كوبايه مثلا كبيره، مع معلقتين ثلاثه طحينه وفصين توم وشويه من السبع بهارات. اي مكسرات موجوده او مش موجوده هتنفع، هنجيبها. هتنفع يعني من غير او بيه، مع معلقتين سمنه وشويه رز ابيض او اصفر وكوبايتين مرقه وبقدونس ونعناع اخضر وزعتر اخضر وشويه من الخبز الشامي المحمص. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. احنا هنخاف. يلا بينا. شوف انا اول حاجه عملتها انا بس هنا كان شويه المرقه. انا سلقت الفراخ ودلعتها مع فصين مستكه وفصين حبهان وورقتين لورا وبصلايه، فطلع عندي شويه مرقه حلوين. حطيت المرقه هنا منى. وحطيت عليها دلع الفراخ كيلو الرز بتاعنا مع شويه من الكركم، وادي نحط شويه مرقه كمان من المرقه الحلوه بتاعتنا. ودي فرصه حلوه ان انتوا لو عندكم شويه نساير من فراخ من قبل بيوم مش عارفين تعملوا بيها ايه، ممكن نعمل بيها احلى طبق فته مع علبتين زبادي. ادي الفراخ الحلوه ادي الرز بتاعنا استوى، وادي الفراخ اهي. فين اهي؟ ايوه. انت كنت فين؟ انا المطبخ. قولي كنت فين بس؟ في التلاجة. بصراحة في التلاجة. ماشي. ماشي. بجيب حاجة من التلاجة، أكيد. طيب. مش جوه التلاجة يعني يا أستاذ إسلام. ماشي. بصوا بقى هنا حبة الثوم دول، حبة الثوم الحلوين. أكيد المشاهد لبيب ويفهمه. أيوه. أكيد مش جوه التلاجة. طب حمر السوداني واللوز ده ولا ده لوز؟ محمرهم في سمنة. في سمنة؟ أي مكسرات عندك. أي مكسرات موجودة متوفرة. يتحمروا في معلقه يعني. في معلقه سمنه. لا ودايما فعلا المكسرات لما بتتحمر في سمنه تبقى طعمها حلو قوي. طبعا. او زبده او بس سمنه بقى. بالمناسبه لما بيكون عندنا مكسرات قديمه وغيرت طعمها شويه نرميها يا محمود؟ مكسرات قديمه اقول لك بقى قبل ما لا ما ترميهاش. بس يعني اتمنى منك حاجه انك تحفظيها قبل ما طعمها يغير. في الثلاجه في الفريزر. طب لو ما حفظناش في الفريزر وطعمها غير تترمي بقى، عشان معناها انها بايظه عطنت. صح؟ عطنت. خطر على الصحه. الايه اللي خطر على الصحه؟ المكسرات اللي هي غيرت طعمها. ايوه انا احب ان انت طعمها ما يغيرش معاكي وان انت تحفظيها في الفريزر. انت عملت ايه دلوقتي؟ ما انا هقول. واحده واحده اهو. ادي فص الثوم خد لون ذهبي حلو. وادي اول ما ياخد لون ذهبي حلو كده تحطه معلقه الخل الابيض. انا عملت كده في الطاسه الثانيه كمان. الريحه دي انا ضعيفه جدا. انا عملت كده في الطاسه الثانيه وحطيت قطع الفراخ مع الثوم بالخل ونحط لها شويه من المرقه. الله. وهنا شويه الطشه بتاعتنا الحلوه دي بالخل. بالخل نزود لها شويه مرقه كده، والريحه الحلوه ابتدت تطلع. ناخد شويه ملح وشويه فلفل حلوين وعلى شويه سبع بهارات. لما يبقى عندك وقت بين الطبخه شيف محمود، في حد من المشاهدات الكريمات كانوا بيسالوا ازاي نخزن الخضار في الفريزر من غير ما اغير لونه،
منى طيب. فكرتني بموضوع المكسرات. ماشي اقول لك حالا. ما على مهلك. ماشي. وهنا الزبادي بنحط معلقتين الطحينه عليهم وناخد عليهم شويه من الطشه الحلوه بتاعت على الزبادي الثوم بالخل. فعلا؟ ايوه. وحبه نعناع اخضر وحبه من الزعتر الاخضر وشويه ملح كمان وشويه من عصير عندنا اللبون. سؤال من فاطمه وسما محمود يخلص. ماشي قولي هنا برضو على الصبح. طيب ونقلب الخليط الحلو ده. انا معيش موبايل يا منى انت لا تقول. شايفين الخليط الجميل ده. قولي السؤال. فاطمه عايزه تعرف طريقه الكاتشب. طريقه الكاتشب. حاضر من عينيا ونعملها لها مخصوص كمان. جاي لك طلبات الكاتشب والطحينه امبارح طلبت بس مننا. بس قول لنا بقى انت حطيت ايه يعني. تاني يا محمود الايه ده حطيت ايه. طيب واحنا واحده واحده نقول الكاتشب ولا نقول دي 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 نقول دي, 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 دي انا عملت ايه. حطيت زبادي حوالي كوبايتين كبار من الزبادي حطيت عليهم 3 4 معالق من الطحينه. هنا عملت طشه ثوم مع معلقه خل مع شويه ملح وفلفل مع شويه مرقه وحطيت منهم شويه على الزبادي. يا نهار. وهنا الفراخ بتستوي مع برضو مع فص ثوم ومعلقه الخل ونحط رشه عليهم من السبع بهارات. هي الفكره عشان تعملوا طبق فتت زبادي حلو لازم عندكم فراخ طعمها حلو واخده طعم الثوم والخل والبهارات ورز بتاعنا الاصفر الجميل واخد طعم المرقه اللي متخدمه. دي فته مصري بقى مش اللي هي الشامي اللي من غير رز دي بحبها برضو قوي. بصي هو التركيبه بتاعتي النهارده فيها رز وفيها فراخ وفيها هي عربي فته عربي خلاص. طيب وكل ما الثوم بالخل ينقص كده نزود له شويه من المرقه. أنا يعني خلاص. حطيت من التومه دي على الزبادي عشان يبقى ليه طعم. وحطينا نعناع وزعتر اخضر توابل وعصره ليمون وشويه الملح والفلفل والسبع بهارات. انا عايزه اقول لكم انا بتحايل على القانون لما كنت بعمل الفته الشامي اللي هي بتاعت لبنان وسوريا وفلسطين من غير رز كنت انا بحط لها رز غلاسه بقى. والله طعمها حلو قوي برز. في برز وبعدين انا كان حد طلبها مني فانا يعني احب ان احنا نعملها بتبقى طعمها حلو مع الفراخ بالرز. اللي من غير رز البتنجان. الصوص الزبادي ده كفايه لو حد عايز يخفف شويه اللي يعملها بشويه رز بسمتي. انا حافظه مش فاهمه. انا بالنسبه لي رز بسمتي وبحط عليه لازم يكون فيها رز. برافو عليك. حط شويه من البقدونس كده هنا. الله. والفراخ تبدا تطلع اللون الحلو والريحه الحلوه اللي هي اصلا مسلوقه ومستويه يا جماعه. مسلوقه ايه ايه شويه كركم. كركم ايوه بيدي لون حلو. وابتدوا ريحه اللي عايزه اوصف لكم ريحه لا مش طبيعيه مش طبيعيه ريحه الثوم بالخل موضوع هي اصبحت هي وريحه شعري واحد دلوقتي. طيب الله. في اي فرصه بقى ارد على فاطمه عشان لسه في سؤال ايمان محمد. ايه سؤال ايمان؟ ايمان بتقول لك البسيمه ايه البسيمه. ايمان بتقول ايه البسيمه عايزه طريقه البسيمه. من عينيا. اسمها بسيمه. بصوا احنا نعمل البسيمه طلبت مني اكتر من مره وكان في صديقه البرنامج هبه من اسكندريه طلبتها برضو. نعمل البسيمه ونعمل الكاتشب في يوم من الايام. ماشي ايوه ايه مع لا انا ومنى لينا مع بعض عندنا كود الكود بتاعنا الاباصير اباصيري بمسي عليه طبعا. دي بسيمه دي لبسيسه في حاجه بسيمه وفي بسيسه صح. البسيسه بتتعمل من دقيق الذره والبسيمه بيبقى شويه فيها جوزة الهند فنعملها بقى على اصولها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نوعدك هنعملها لك باذن الله. وعد 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 ان شاء الله. احنا بنوفي بنتاخر شويه بس بنوفي بس بنوفي زي بقيه الرجاله بقى. ما تنساش المحشي بتاع محمد. المحاشي بتاعت محمد مش نسيها. والله بصي انا كل الاسئله مش نسيها ولا المحاشي ولا الكبسه ولا الشوربه الليبي ولا يعني كل حاجه فاكرها. ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم طول العمر مع بعض واحده واحده. هتلاقونا كل اسبوع بننفذ حاجه او حاجتين من طلباتكم وكلها طلباتكم. حاضر. صح؟ صح طبعا. صح. عامله ايه؟ ابو حبيبه. ايوه تاني جوعنا. هبه لابسه لك بيجاما ستايل النهارده عشان هتقف معاك في المطبخ. حاطه لها بروش كده حلو بتاع قمر. فعلا؟ الله يخليك يا منى. انت شيك في كل الاحوال. ميرسي يا منى. ميرسي يا منى. بعمل ايه بقى حلوه؟ حاجه حلوه. بنيجي في هذا الطبق التقديم ممكن يبقى بايركس ممكن يبقى طبق فخار ممكن يبقى طبق غويط زي ما انتم حابين. شكلك محمر العيش ده في الفرن. محمصه في الفرن ليه؟ علشان ما يبقاش فيه دسم. علشان موضوع القلي ده بيدي طول كتير يعني كويس. احنا عايزين نتعلم الموضوع ده
فترة الجامد. حط شوية من العيش المحمص كده. دي بالطريقة السوري ورشة ملح بالطريقة الشامية. الشامي في كل بلاد الشام واحد؟ واحد استخدامهم للطريقه. وفي الاخر احنا برضو عشان بس ما حدش يقول ايه لا احنا ما بنعملهاش كده، احنا بنعملها كده، احنا بنعملها بطريقتنا. بالظبط. خلاص طبعا بنكتسب بعض الثقافات الحلوه من البلدان العربيه، اهل الشام كلهم، اهل الشام كلهم. عايزين نحبكم قوي قوي. ناكد على معلومه ان اغلب الاكلات ما كانش يعني 99% منها اللي شيف محمود بيعملها بيعملها ببصمته هو. يعني ما احنا عايزين اكل عاديه طريقتها التقليديه المعتاده البسيطه خالص موجوده في كل حته على جوجل، لكن شيف محمود ليه بصمه. انا عايزه اعمل ده بس هنا. يلا هتحط بقدونس على العيش. الله حط شويه بقدونس. طب صديقه البرنامج حبيبتك يعني طبعا بتحبنا جدا كلنا خديجه عثمان بتقول لك ينفع تحط لبن رايب بدل الزبادي؟ ينفع ينفع ينفع. دي جوهره الجنوب صح. كل حاجه تنفع. انا عملت دي بقى سقيت العيش بشويه من المرقه الحلوه اللي انا خفيتها بالثوم والخل مع شويه من السبع بهارات، والعيش بقى منغنغ وريحته حلوه. ايوه بس كويس. خفيف عشان يبقى كرانشي شويه واحنا بناكله. واخد شويه من الفراخ النساير بتاعت الفراخ المفرفته دي، ونسيب الحتت الكبيره للتزيين للوش، ونحط حتت الفراخ الصغيره بقى اللي من ورك الفرخه. دي حركه حلوه عشان ساعات ناس تاخد الفراخ على الوش وما تلاقيش انت ايه. ايوه بناخد الحتت محمد. الصغيره اللي جوه دي طبعا الناس اللي بياخدوا الفراخ اللي على الوش دول بيسبقونا كلنا. بس ثابت نصها عيش صح، ده بيحصل لنا كلنا على فكره. بس انا بقى عايزه اقول حاجه ما اعرفش اقول انا صح ولا لا. الطريقه دي لا حلوه. الفراخ ما تتقدمش او ما تتغرفش غير قبل الاكل عشان العيش ما يدوبش. بالظبط كده. بس احنا العيش لما يدوب زي المكرونه ما تتسلقش غير ساعه الاكل. لا لا العيش لما بيدوب يا هبه بيدي طعم حلو قوي، بيخليكي تاكلي حاجه كده لو داب غير لما بيبوش. عجن. بالظبط كده. ناخد بالنا من الموضوع ده. هسيب الرز يستوي شويه لمده 5 دقائق على ما نرجع من الرز يكون العيش باش نكون روحنا الفاصل. يلا بينا ونرجع. يلا بينا روحي نامي شويه بقى. حط عندنا شويه. ورجعنا لكل حضراتكم مره تانية بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفات وحركات وطبخات شيف محمود ابو حبيبه ملك المطبخ. طيب احنا بعد ما عملنا الفراخ في الثوم والخل وشويه من المرقه، وهنا الرز استوى وشكله بقى يجنن يفتح النفس بصراحه لونا ورائحه واكيد طعما. وخلطه الزبادي الحلوه دي بناخد منها معلقه كده جوه على خليط العيش اللي اتبل مع الفراخ وبرضه بالطشه الحلوه الصغيره بتاعتنا. وبعدين حط شويه بقدونس كمان جوه كده صغيرين، وحبه من اي نوع مكسرات كمان عندكم عشان الموضوع يبقى منغنغ وحلو. وحبات بقى الرز المفلفله الجميله على وش الطبق بتاعنا كده. الاكله دي تنفع شتاء وصيف وجو حر وجو برد. وننثر حبات الارز كده، وبعدين تاخدوا بقى ايه شويه من الخليط بتاع الزبادي في النص وبظهر المعلقه كده بالراحه خالص نسويها شويه بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. بدور على المكسرات. قصدي بقى كمان نحط حته فراخ كده. يا سلام يا سلام على المزاج والخليط الحلو ده، انا بحبه قوي قوي قوي. كل الصوص اللي بيتبقى ده وبينزل واخد طعم الخل ده بهاريز الموضوع يا جماعه، واخد طعم الثوم والحركات الحلوه. تقومي رشه رشه بقدونس كده صغيره. انا محافظه لك عليه، انا محافظ لك عليه. وحبه مكسرات ايا كان ايه المكسرات اللي عندكم. وبكده يبقى عملنا احلى طبق فته ولحقنا المكسرات قبل ما تخلص. وبالهنا والشفا طبعا. سنسيب لك شويه. انت لو كنت بتفطرني يا شيف محمود قبل الفتره اهو كنت اشكلت لك المقادير. ببصي انت انا واثق ان انت وانت صغيره ما كنتيش بتاكلي سندوتشاتك بتاعت المدرسه. انا اللي كنت بسرق الاسكالوب بانيه والبطاطس المحمره من المطبخ ومامتي مشغوله. ايه رايك؟ مش هكذب. والسمبوسك طبعا. طيب بصوا بقى سريعا بعد ما عملنا الطبق التحفه اللي هو عباره عن فتت الفراخ بالزبادي مع الرز الاصفر مع المرقه الحلوه مع الخل والثوم والزبادي،
وزي ما احنا شايفين الصينيه شكلها يفتح النفس لو اتحطت على اي سفره تكفي 4-5 افراد وهيبقوا مبسوطين قوي 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 بالالوان الحلوه، واكيد الريحه هتبقى ماليه البيت خير وبركه وجمال. ندخل على السمبوسك، والنهارده احنا عاملين العجينه بتاعه السمبوسك بمقادير الله يا جماعه. الموضوع كان شكله حلو قوي والكاميرا ماشيه كده واللزمه، انا ما بصدقش. بصوا مخضني والله. في الصوص، حبه الصوص اللي في الحفره دول مع الزبادي، شويه اللوز اللي واخد اللون الذهبي، شويه البقدونس، في موضوع والله. انا يعني انا بدات اشك في حاجه. ايه؟ يعني من يومين الكوبيبه كانت متصوره احسن مني والله، قاعد يهتم بصور الكوبيبه لغايه ما انا نسيت اتصور. اتفضل يا شيف محمود. طيب بصوا بقى، النهارده هنعمل المقادير، هنقول مقادير عجينه وحشو. العجينه حتى انا كمان ليا تفصيله صغيره كده خدتها، كان ليا خاله الله يرحمها كانت بتعملها، كانت حلوه قوي وتعلمتها منها. هي اللحمه المعصجه كانت بيتحط عليها رشه من الشبت بعد اللحمه ما تتعصج وتبرد الشبت، بيدي طعم حلو قوي في السمبوسك. فاحنا هنقول المقادير بتاعتنا واوريكم التفصيله الحلوه بتاعتنا للحشو. المقادير نص كيلو دقيق، وبنحط النص كيلو الدقيق رشه ملح وكوبايه ميه ومعلقه زيت. دي العجينه. الحشو تبقى لحمه معصجه ولحمه مفرومه متعصجه، معلقه الشبت طبعا ورشه ملح عشان يتبل الموضوع. ممكن بقى عندنا جبنه كريمي، جبنه مثلثات، جبنه قريش، بنحتاج لها زعتر ونعناع وطبعا زيت للقلي. فانا جبت ايه؟ جبت الجبنه المثلثات، لقيت جبنه مثلثات والموضوع سهل، ولا كريمي ولا قريش، واهم حاجه يبقى عندي شويه زعتر اخضر وشويه نعناع، دول عشان الجبنه. وادي اللحمه المتعصجه بتاعتنا، زي اي ست بيت ما بتعصجها اللحمه مع البصل مع ملح وفلفل وخلاص. بس اهم حاجه شويه الشبت الاخضر، دول بيبقوا عاملين موضوع كبير كبير. يا سلام بقى لو شويه بقدونس كمان يا شيف محمود. لا استني بقى عشان هحرق لك المقادير. استني بقدونس ايه؟ انا بقول لك. أيوة. بقول لك شبت تقولي لي بقدونس. ايوه انا بسمع. وكرفس بقى، مش كرفس، سوري، اسمه ايه؟ كرات. كرات. احنا حطينا هنا الدقيق، خليكم معايا على وصفتي، سيبوا الكرات وسيبوا البقدونس دول خالص دلوقتي كده. ماشي. ونحط معلقه الزيت، ونحط رشه الملح، وادي كوبايه الميه. مقادير مفيش اسهل من كده. مهم قوي ان العجينه دي تتعجن كويس وتبقى متماسكه. نص كيلو دقيق، كوبايه ميه، رشه ملح، ومعلقه زيت. خلصت العجينه الحلوه بتاعتنا. نيجي هنا في الجزء ده، بيكون ده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما تتعجن كويس قوي. نقطع منها كور بالشكل العظيم اللي احنا شايفينه ده، والموضوع مفيش اسهل من كده. تحط شويه دقيق على العجينه وبالفراده بتاعت العجين، مهم ان انتوا تكتروا شويه الدقيق تحت، وبالفراده بتاعت العجين تبداوا تعملوا. تعرفي تعجني يا هبه؟ كده عجن؟ اه. لو حد مزعلني طلعي غلك في العجينه. ها عجنه. شفتوا ازاي بتتفرد بمنتهى السهوله؟ ما تعملوش كده. لا انت متسامحه جدا. انتوا اضغطوا بايديكوا هنا كده على القطعه دي اهي كده، ومره كده. انا لما كنت بجي اعمل زي الشيف محمود كنت ببهدل المطبخ. ادي الموضوع سهل اهو خالص، اهو كده وكده. تيجوا بقى عشان تعملوا الحشوه بتاعتكم، تحبي نبدا بالجبنه ولا نبدا باللحمه؟ قولي يا هبه. جبن جبن. بالجبنه الاول. بالجبنه، وتنفضوهم كده اهو. ادي العجينه بتاعتنا. بجيب الزعتر بالنعناع، وادي مثلث الجبنه. تاخدوا المثلث بتاع الجبنه وتروحوا بيه على الزعتر او النعناع كده ضغطه، فتبدا تلم معانا. الزعتر اخضر ولا اي حاجه يعني كده اهو. زعتر بنعناع والمثلث بتاعنا، مجرد احنا غمسناه في الزعتر وفي النعناع، ونروح بيه على القطعه بتاعتنا ونقفل القطعه بالشكل ده. قول لنا مقادير العجينه دي تاني يا محمود من فضلك. حاضر. بعد اذنك. سهله قوي. انت بتعرفي تعملي بالنشابه دي؟ لا ما يعني مره حاولت كده بيها نشابه وتعجين، بخاف من العجينه. لو حسيتي ان العجينه من هنا زياده ممكن تقصي الطروف دي بتاعتها كده، واهم حاجه القفله بتاعتك الضغطة. اللي هي تعملي كده اهي زي القطايف اللي كنا بنعملها احنا صغيرين. ايوه بسم الله. طب على فكره شيف محمود، دي ممكن تتحمر وممكن تدخل الفرن صح؟ لو عايزه تدخليها الفرن يا هبه احلى، ممكن تدهنيها بفرشه بزيت وتاخدي القطع بتاعتك دي. انا عايز اوريكي شكل القطع بعد ما اتعملت كده، هوريكم برضو واحده من اللحمه، وهاخد دول وانزل بيهم على زيت يكون سخن
غزير ده ولا انا مش شايف؟ ما دام غطسي بتبقى غزير. هتلاقيه على على الشاشه. سؤال، هو احنا حاطين في العجينه ملح؟ رشه ملح. ملح اللي هو زي اي عجينه حتى لو حلو. رشه ملح صغيره. عشان انا مستنياك كويس. هقوم ايه حاطه. وبعدين تعملي ايه بقى يا هبه؟ بتجيبي، شفتي بقى القطعه طالعه شكلها منور ازاي؟ تيجي عايز يورينا واحده باللحمه. عايز اوريكي خلطه اللحمه، اللحمه احنا قصرناها ملح وفلفل وممكن رشه جوز الطيب وادي اللحمه وبصل، بصل قد اللحمه. مهم ان انت بعد ما عصقتي اللحمه وضمنتي انها بارده حطي عليها ربطه شبت. ربطه الشبت دي الله، وريحتها تبقى حلوه، حلاوه غير عاديه ومميزه جدا جدا جدا، وبتفضل الخضار بتاع اللحمه جميل. مزيكا ليه؟ علشان هي اللحمه بارده مش سخنه، فما خلتش الموضوع يدبل. في حاجه ابصيري، في حاجه في حاجه شبت هاي يعني الحبات دي. انا بصراحه انا بحب جدا السمبوسك طبعا باللحمه المفرومه والحاجات الخضره والجبنه، بس انا المفضله بالنسبه لي وجربوها بقى بعجينه شيف محمود الحلوه دي، محشيه بسطرمه وجبنه مع بعض. الله يا هبه، الله الله. نطلع رحله بقى على سانت كاترين على طول. بصيل الجمال. يلا بقى يلا اهو. بعد ما تعملوها كده نفس العجينه. نفس العجينه. بعد ما تعملوها كده تبداوا تقفلوا العجينه اهو ضغط كده. هبه قالت حاجه انا بحبها قوي، البسطرمه والجبنه. وبس والنبي جبنه رومي. يعني الموضوع هيبقى حلو قوي. بيفكرني او مثلثات على فكره، او مثلثات او جبنه بيضاء ملح خفيف شويه مع النعناع والخضره. انا انت عارفه انا بعملها ازاي؟ يعني ادي المثلث بتاعنا اهو، بغطسه هنا، بغمسه في النعناع مع الزعتر واحطهم كده واقفل. ممكن بقى انتوا في التوقيت ده تحطوا شريحه بسطرمه. ايوه بس مطلوب من غير منك طلب يا محمود. هويدا الجندي عايزه اكلات شتويه من الدول العربيه كلها، زي مثلا في ليبيا المبطن والحاجات الحلوه دي. البطاطس من عينيا. اقول لكم على تركايه كمان للسمبوسه الجديده شايف محمود. حشو جديد. يلا قولي. لو عاوزين نقلبها بقى منها جزء صنفي يبقى حلو. ايوه عارفين الشوكولاته اللي بتجي لنا ساعات هديه، المكعليه. ايوه حاجات الشوكولاته. لا لا ورقه صفراء. لا 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 الشوكولاته اللي هي بالعلبة الشوكولاته. تحط مكعب لوحده، تقوم حاطط مكعب فيها وعين، وهي بتتحمر في الزيت او في الفرن بتقوم الشوكولاته سايحه جوه كده. يا نهار ابيض. الله الجمال. رايك يبقى استفدنا من الشوكولاته اللي هتقدم ممكن، او ما استعملناهاش بس او ما كناش. بس في التوقيت ده احنا كمان ممكن نعمل حاجه سهله قوي، نعمل شويه كاستر. وممكن لو عندنا بقايا بسبوسه، يعني العجينه تاخد حلوه وحادق عادي. بسبوسه، بقايا بسبوسه في الصينيه كده ومفرفتت. الله البسبوسه ما تفرفتش. تحط شويه بسبوسه. لا ارجوك. لا في الحروف. ممكن تتحشي. بصوا في الاخر انتوا عندكم عجينه تمشي حلو وتمشي يعني ما ترميش حاجه يعني. لا ما ترموش حاجه. ايه بقى العجينه؟ صح. عباره عن تونة. ايه؟ علبه تونه مثلا. بشويه زيتون وفلفل حامي، زيتون وعصره ليمون كده جوه الفكره، وشويه ذره اصفر معاهم في النص. العجينه نص كيلو دقيق وكوبايه ميه ورشه ملح ومعلقه زيت. بسله بالجزر مثلا. حلو قوي قوي. يلا اقعدوا بقى ايه، طلعوا لي افكار حلوه كده. افكار يعني سبانخ بقى. كلها انت بتضحك فين اختك وحبيبتك يعني اللي بتحب السبانخ؟ نسيتني خالص. طبعا فيها. طبعا وانا زيك. بالليمون. يا سلام. افضل حشوه للسمبوسك بالسبانخ، تجيبوا حته جبنه قريش تفركوها وتحطوا عليها الله صفار بيضه، وبعد صفار البيضه تقطعوا شويه سبانخ تفرموهم وتشوحوهم مع معلقه زيت وفص ثوم ورشه فلفل اسود ورشه ملح في طاسه، اول ما يتبلوا تحطوهم على الجبنه القريش مع صفار البيضه وتقلبوهم، وتبشروا حته جبنه رومي عليهم وتقلبوا وتعملوا الحشوه بتاعتكم. استنوا اطلع شويه. هو انا يا جماعه بصراحه فجاه حسيت باجواء رمضان. كنت انا وانت عامل جبنه، انا عايزه واحده جبنه اللي هي السمبوسك واجواء رمضان وشعبان ان شاء الله كمان. رجب كمان كام يوم. كل سنه وانتم طيبين. بالظبط بدايه بدانا احنا بدري، عندنا مفاجات حلوه في شهر رجب زي طلعت الشهر. عندنا اصوات جميله هنجيبها لكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله الله عليك يا استاذه منى. تسلم ايديكي. شكل حبات كشيف محمود. شكل حبات السمبوسك هنا كمان في الزيت. إيه؟ واول ما يبقى لونه ذهبي، اللون الذهبي. في حد ضحك علينا. في حد ضحك علينا من شويه. كركبتونا. في حد ضحك علينا. ماشي. بصوا بقى الحلاوه بتاعه حبات السمبوسك وهي عايمه في الزيت، وبتفكرنا بايام رمضان الجميله والقطايف الحلوه. عايزه جبنه ولا ايه؟ جبنه. هدوق.
حاضر. في حد بيقول لها شكرا؟ اتفقوا يا جماعه، الوقت خلص خلاص. شكرا ولا ايه؟ هو بيقول لك شكرا على العمايل الحلوه. وحضر لنا بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله الحاجات اللي طلبوها مشاهدينا عشان ما يزعلوش. لا وانا منتظره المفاجآت اللي جايبها لنا في الانشاد في رجاء الكوارع. محدش هيزعل، محدش هيزعل، ما تقلقيش، محدش هيزعل مننا. احنا شغالين ايه؟ يعني هنعمل كل طلبات، نخليها مفاجآت. الاصوات اللي هتكون معانا عشان ايه؟ تبقى مفاجأة. يعني لسه بنتفق مع منشدين حلوين بقى محمود ان شاء الله، ودايما يعني تطعمنا. إيه احنا خلاص ولا تطعمنا؟ خلاص خلاص. تسلم ايدك. يلا احلى طبق، يا رب اجازه سعيده للجميع. بكره ناس تبدا اجازتها، والنهارده في ناس زينا كده بدات اجازتها. يومكم منور وحالكم طيب وايامكم خير وفتح ونور. السلام عليكم.